من مميزات هذا البرنامج أتينا أنه خلال عملية التحليل يمكننا أن نشاهد العلاقة ما بين الانزياح وما بين القوى أو أي علاقة نريدها من خلال رسم دايجرام. سوف نسمي الدايجرام LD Load and Deflection. المحور الأفقي نريده Deflection أو Displacement، نسميه من هنا نعم displacement، نضع الواحدة. من ثم vertical axis المحور الشاقولي، نضع add series to لنضيف ماذا نريد. نريد reaction القوى، التسمية من هنا. نعيد صياغة التسمية لهذا المحور ونسميه load. يمكننا تغيير أيضا نلاحظ التسمية على الآن موجودة على الدياجرام. أيضا نغير اتجاه المحاور لتلتقي كلاها في الصفر. يمكننا أيضا تغيير عرض الخط ليبدو أوضح. نلاحظ يمكننا أيضا تغيير خصائص الدياجرام من خلال هذا الزر. نعود إلى نفس الدياجرام الذي كنا فيه، نغير مثلا الخط، لون الخط، نغير أي شيء. نلاحظ على هذا الخط أنه كل each step، كل خطوة تظهر على هذا الخط وما هي القيمة فيها. هنا يمكننا أن نقوم بإيقاف مؤقت، هنا يمكننا أن نوقف كليا التحليل كما نلاحظ. يمكننا أن نستعيد الويندوز الافتراضي أو الصفحات الافتراضية أو النافذات الافتراضية للبرنامج من خلال هذا الزر. الآن يمكننا أيضا أن نظهر بشكل أوضح الشقوق وعملية التحليل من خلال Show Color and Crack Widths. يمكن أن نضع 1 أو 3 أو 2 أو 3 and apply. نلاحظ التغيير أفضل لقراءة النتائج خلال التحليل. أيضا يمكننا أن نشاهد الانزياح الشاقولي من خلال تفعيل draw deform model. نلاحظ تغير الشكل. يمكننا أيضا أن نظهر الشقوق على السطوح وكيف تتزايد من خلال الضغط على crack ومن ثم show crack. يمكننا اختيار قيمة صغيرة لتبين الشقوق بشكل واضح، 0.02 أو 4.05 مثلا. من ثم apply. كل هذه الخيارات هي نفسها في أتينا ستوديو، ولكن يمكننا أن نقوم بها خلال عمليات التحليل الآن. يمكننا توليد نافذة جديدة هنا من خلال الضغط على هذا الزر، ثم اختيار لوضوح الشكل يمكننا تدويره قليلا، ثم اختيار 3D. بعدها يمكن أن نضغط على أو نختار من هنا Solid with Outline. في قائمة Cracks يمكن أن نضع Show Cracks. يمكن أن نختار القيمة رقم 1 لتظهر الشقوق بشكل أقل، ومينيموم يمكن أن تكون 0 أو أقل بقليل. من ثم يمكن أن نختار crack width good one draw with ISO ومن ثم apply. يمكن تعديل الدياجرام من خلال properties واختيار element.
الآن يمكن أن نشاهد الشقوق بشكل جميل نوعا ما وبشكل واضح في المنشأ. يمكن تقليل القيمة أيضا لتقل الشقوق قليلا وتظهر واضحة بشكل أكبر. يمكننا إضافة نافذة جديدة لنشاهد التغيرات في قضبان التسليح، مع ملاحظة أن قضبان التسليح هي 1D، لذلك سوف لا يوجد أي 1D هنا، لذلك سوف نقوم بإضافة 1D من خلال Edit Activities. نختار الاسم 1D ومن ثم نختار المربع و نضغط OK فيما بعد. الآن نريد أن نشاهد في قضبان التسليح. أولا نختار 1D ومن ثم Draw the Model. هذا المربع يجب أن يتفاعل حتى يبقى الشكل مبين أو باين في النافذة، ظاهر في النافذة. الآن من Results نريد أن نختار Strain والاكسس يجب ان يكون اكس اكس ومن ثم ابلاي. نلاحظ الان قضبان التسليح اصبح واضح فيها قيم سترين. لوضوح اكثر يمكن من edit properties ان نختار 1D element width، نختار رقم 6 مثلا حتى يكبر القضيب بشكل اوضح. الآن من المنحني على يسار الشاشة يمكن أن نلاحظ أن أعظم قيمة وصلت إليها هي كانت في الخطوة 31، لذلك نضغط في الأسفل على الخطوة ستيب 31 ونلاحظ أن الإجهادات سوف تظهر في قضبان التسليح في هذه الخطوة بأعظم إجهادات.